هذا بالنسبه للجنوب، ماذا عن الشرق الاوكراني وبالخصوص دونيسك حيث تشتعل المعارك في مدينه بخموت الاستراتيجيه دكتور عماد؟ وزيلينسكي حتى اللحظه يتحدث عن الشرق بينما تشتعل المعارك في الجنوب، يقول لن نتخلى عن سنتيمتر واحد في الشرق الاوكراني. رساله لمن هذه؟ رساله الى الروس ورساله الى ايضا حلفاء اوكرانيا الذين يحاول بعضهم ان يعني لا اريد ان اقول ان يضغط، ولكن ان يحاول ان يحرج اوكرانيا برضوخها، ليس للاستسلام لكن لفتح مفاوضات بشكل مفتوح دون وضع اي شروط على الجانب الروسي. لكن حقيقه الرئيس كذلك اشار الى منطقه دونيسك ان اكثر منطقه تعتبر ساخنه منطقه باخموت كما اشرتم، وايضا المناطق الشرقيه التي يوميا تشهد قصف متبادل ويوميا يقع ضحايا ويقع قتلى في الجانب الروسي وضحايا من الجانب الاوكراني. وحقيقه نحن ايضا بمتابعتنا للفرق الطبيه العامله في هذه المناطق يعني اكدوا لنا ان عدد الضحايا يومي وكثير ومن الجانب الروسي اكثر. فاذا المنطقه الشرقيه وخاصه تحديدا دونيسك هي من اكثر المناطق سخونه، ولكن تبقى الضربات والهجمات والاستهداف الروسي يشمل المدن المحاذية.